فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت ركعتين خلف المقام، إذا صليت ركعتين خلف المقام بعد الطواف، وأردت الذهاب إلى المسعى وكان الزحام شديدا على الحجر، فهل أشير إلى الحجر مع التكبير؟ لا، اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استلمه تقبله. أما إذا ما تمكنت ما هو بلازم. نعم.